حبايبي الحلوين الطعمين الصغنطتين، زيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة معدنا مع حدوتة جديدة من حواديت أنتي لومي. يا ترى النهاردة هنسمع حدوتة ايه؟ هنسمع حدوتة ساحر المنارة. كان يا مكان، كان في زمان ساحر صغنن عايش في جزيرة على لوحده على البحر. الجزيرة دي كان فيها منارة. المنارة دي يا أصحابي علشان السفن تشوفها وهي جاية وما تخبطش فيها وتعرف ان في هنا جزيرة. وكمان هو مهمته الأساسية ان هو كان يلقي تعويذة سحرية على الهواء عشان الهواء يبقى دايما هادي وما فيش اي سفينة تعدي من قصاد الجزيرة والمنارة يحصل لها اي مشاكل او يتروح في اي خطر. دي كانت مهمته يا اصحابي. بس هو قال لنفسه، يو بقى الزهق اللي انا فيه ده، وانا كل يوم هقعد اعمل نفس الحكاية دي؟ ايه يعني المهم يعني اني احافظ على المنارة دي منورة، هيحصل ايه يعني لو اتطفت؟ وايه يعني لو انا ما خليتش الهواء ساكن كده هيحصل ايه يعني؟ انا زهقت بقى خلاص، انا عاوز اجرب حاجة جديدة. انا همشي واسيب كل الحاجات دي، انا ما بعملش اي حاجة مفيدة، اللي بعمله دي حاجات بسيطة جدا مش ممكن يكون لها اي تأثير. انا عايز اتفرج على حاجة جديدة، بس هتفرج على ايه؟ ايوة انا هروح تحت البحر، بدل ما انا طول الوقت كده قاعد على الجزيرة دي فوق، هنزل تحت واشوف فيها ايه. وقرر يا اصحابي ان هو ينط ويشوف جوه البحر فيه ايه. الله، الالوان الكتيره الحلوه دي، وايه السمك الجميل ده، اخطبوط، الله ده شكله جميل، وفي هنا زرع حلو قوي، الله ده في الوان كتير كتير عن ما انا عايش وحدي لفوق. وايه ده اللي كان هناك ده كمان؟ ايه ده، انت مين؟ انا الساحر المناره اللي على الجزيره اللي فوق، انت مين؟ انا كلب البحر، انا عايش هنا في البحر. الله، البحر بتاعك حلو قوي، انت بتحبه قوي صح؟ ايوه انا بحبه قوي، بس انا زهقت، انا بعملش حاجه جديده، اللي بعمله هو اللي بعمله كل يوم، خلاص زهقت ونفسي اتفرج على حاجه جديده بقى. يا خبر ابيض، وانا كمان ده انا كنت لسه بقول لنفسي نفس الكلام. طب بقولك ايه يا صاحبي، ما تيجي نروح ندور كده على مكان تاني هادي، نروح يشوف فيه حاجة جديدة ونتعلم حاجة جديدة. ايوة بس انا عندي مسؤوليات هنا، انا باخد بالي من اخواتي الصغنانين علشان هم ملهمش حد غيري. ما انا برضو باخد بالي من المنارة وباخد بالي من الهواء، بس انا زهقت، هو احنا يعني هنفضل لحد امتى ناخد بالنا من الحاجات دي ونعملش حاجة لنفسنا؟ لا، سيبك من كل المسؤوليات دي ونرميها ورا ظهرنا ونروح بسرعة نتفسح ونلعب ونعمل كل حاجة احنا عاوزينها. انا اقتنعت بكلامك، انت عندك حق، يلا بينا، هتوديني فين؟ نشوف بقى، احنا ممكن نروح مدينة، انا ما شفتش مدينة قبل كده خالص. ولا انا هبقى مبسوط قوي، بس استنى، انا ما بعرفش اتنفس فوق المية كتير، مقدرش اقعد فترة كبيرة. يا سلام، امال انا ساحر ليه؟ هحولك دلوقتي واخليك تتنفس تحت المية وتبقى زي الفل كمان وفوق المية كمان ومش يحصل لك اي حاجة. استنى، خد التعويذة دي. وألقى عليه الساحر يا أصحابي التعويذة السحرية، ودلوقتي كلب البحر يقدر يطلع ويعيش فوق المية لمرة كمان وكمان. وراحوا كلهم علشان يشوفوا المدينة اللي قال عليها ساحر المنارة.
الله، المدينة دي حلوة قوي، أنا ما شفتش في الجمال ده قبل كده. إيه البيوت الفخمة دي، وإيه الأرضية الحلوة والنور، الله دي حلوة قوي. أيوة فعلا دي حلوة قوي، أنا أول مرة أشوف الجمال ده. طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا عاوز أعمل حاجات كتير. بص، إحنا أول حاجة نروح نجرب ونشوف الناس دي بتاكل إيه. الأكل بتاع أي بلد بيعرفنا ثقافة البلد دي. تعالى نشوف ونتفرج. أيوة يلا تعالى نسأل ونشوف كده. الله، إيه اللي فوق جاية دي؟ حلوة قوي قوي، أنا عجبتني عجبتني خالص. دي اسمها إيه دي؟ أنا معرفش اسمها إيه، بس هي شكلها حاجة حلوة قوي. بص يلا بينا نروح ناكل وبعدين نيجي نتفرج، يلا بينا. وراحوا يا أصحابي علشان ياكلوا وعشان يتعرفوا على ثقافة المدينة اللي هم جايين فيها. وكمان شوية رجعوا تاني وهم مبسوطين وفرحانين. الأكل كان حلو جدا. أيوة كان حلو قوي، ده أنا اتبسطت جدا، كان طعمه تحفة تحفة. أول مرة أكل أكل بني أدمين وحسيت إنه جميل قوي. وأنا كمان أول مرة أكل الأكل ده، كان تحفة. إيه ده إيه ده إيه ده، إيه اللي جاي هناك ده؟ الحق هيدسني هيدسني، ابعد طيب عنه ابعد. يا خبر أبيض، إيه الزحمة دي؟ وإيه كمان دي؟ الحق في غول جاي علينا. لا مش غول، ده مش شكله غول، بس أنا معرفش إيه دوت. يلا بينا طيب نجري نجري، يلا يلا الحقني. الزحمة دي إيه الزحمة دي؟ أنا كمان خايف. إيه الزحمة دي؟ هما عندهم حاجات كتير كده ليه؟ إحنا ما عندناش الزحمة دي في البلد بتاعتنا خالص، وإحنا ما عندناش كده في البحر بتاعي، أنا خايف هيدوسونا. طب استنى ألقي عليهم تعويذة سحرية يمكن يخافوا ويجروا. لا ما تعملش حاجة لحسن يدوسونا، استنى استنى. طيب يلا بينا نجري يلا. وجريوا يا أصحابي لأنهم خايفين ومش متعودين يشوفوا كمية المواصلات دي زي أهل المدينة. والعربيات كانت كتير والطيارات، والدنيا كانت زحمة جدا وهم خايفين قوي. وبعدين الدنيا ابتدت تهدى تاني، رجعوا وقالوا وخبر أبيض، أنا خايف أنا خايف لا يجوا تاني. وهم فعلا هيجوا تاني، بقولك إيه أنا خايف. وأنا كمان، بص تعالى نرجع بلدنا تاني، تعالى نرجع بيتنا. صحيح إحنا كان عندنا مسؤولين زهقانين، بس برضو ده مكاننا. أنا اتبسطت كتير من المغامرة ومن الأكل ومن الحاجات دي، بس عايز أرجع بقى تاني بيتي. طيب وأنا كمان، أنا عايز أرجع للمنارة بتاعتي والجزيرة بتاعتي، يلا بينا. أنا هلقي عليك التعويذة السحرية تاني عشان أرجعك جوه البحر، يلا. وألقى علي أصحابي الساحر التعويذة، وفعلا رجع تاني يقدر يتنفس تحت المية عادي، وراح علشان يرجعه بلده ووطنه اللي هو البحر. خلاص يا صاحبي انا رجعتك تاني اهو، وانت رجعت تاني للمكان الجميل بتاعك دوت، بس انا مش عارف انت ازاي ممكن تعيش في المكان دوت.
لا أنا بحب المكان ده وبحب أخواتي اللي أنا باخد بالي منهم. أنا جيت لقيتهم جعانين ومش عارفين يروحوا في مكان من غيري. أنا زعلان قوي إن أنا تخليت عن مسؤوليتي. يا خبر أبيض فكرتني، أمال المنارة عاملة إيه والجزيرة عاملة إيه والسفن عاملة إيه من غيري؟ ده أنا هروح أجري عشان أشوف فيه إيه. باي باي يا صاحبي. باي باي يا صاحبي، أنا اتبسطت قوي إن أنا شفتك وقضيت معاك اليوم ده. من فضلك يبقى تعالى زورني تاني. طبعا طبعا، بس أنا هجري عشان أشوف مكاني دلوقتي. باي باي. ورجع يا أصحابي ساحر المنارة للجزيرة، لقى الدنيا متلخبطة خالص، ولقى سفن كتير اتضرت من الهوا، وكمان اتخبطت في المنارة وفي الجزيرة لأنه ما كانش موجود علشان يعمل شغله، وراح يلعب ويشوف حاجة جديدة. أنا زعلان قوي إن دوت كله حصل، بس أنا كان نفسي بس أغير. لكن أنا عرفت دلوقتي إن مسؤولياتي دي أحلى مسؤوليات، وحياتي دي أحلى حياة، وإن أنا بعمل حاجة مهمة قوي مش حاجة بسيطة زي ما أنا كنت فاكر. من غير الدنيا باظت، من غير ناس كتير كانت هتتأذي وسفن كتير اتأذت. أنا فعلا شغلي مهم، بس أنا برضو مبسوط علشان قضيت اليوم الجميل ده. بس في الآخر كل واحد بيرجع لبلده، كل واحد بيرجع لمكانه اللي بيحس بيه بالأمان ويحس فيه بالاستقرار وكمان بأهميته. وأنا هنا مهم خالص. ومن هنا يا أصحابي خلاص عارف الساحر إن هو شغله مهم جدا، وإن مكانه أحلى مكان في الدنيا مهما راح ومهما جه. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، وعشان أعرف إنها عجبتكم اشتركوا في القناة بتاعتي وقولوا لأصحابكم كمان.